السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من فورتنايت سوف نلعب الموت الجديد اللي هم نزلوه اسمه بليتي سو داون سانتا في 3 مودات في وقت واحد يا جماعة، أو يعتبر مودين، يعني في مود تيم اوف 20 في 20 ومود بليتس في 2 وفي بليتس بارت 2 الفرق ده سكواد بتاع سول، والفرق كمان ان ده سو داون ومش عارف ايه سو داون كمان نكتة. عموما كان في مود قريب حصل نصاب مود عندك اسمه سولو سو داون، المودات دي يا جماعة بتبقى عبارة عن أول 100 واحد بيكسبوا في بوكسز. أيوة يا جماعة بيكسبوا في بوكسز يا جماعة، أول 100 معاش في العالم ولا كل واحد على حسب إن أنت أولمب أول من أول 100 أولمب أنت معرفش بصراحة يعني أول ده عبارة إيه بالظبط، بس إحنا سنشوف يعني قبل ما نحط المود ده هو بليتش سو داون ويلا بينا. سنشوفنا في تيل 50 فليفل 43 ويلا بينا نبدا الماتش. في تشانسات كتيره جايه يا جماعه، سيد تشالنج في كاسه تشانس كمان كتار اللي عملهم قريب او بعد فيديو بتاع عملهم على طول، بس هو بالمصر بقى 5 فيديو ولا فيديو كل يوم هتلاقوا فيديو اذا كان مود اذا كان تشالنج اذا كان اذا كنت بلعب عارف يعني. في يا جماعة تشالنج قريب أوي هنروح اسمه سافيلست اس أما لسه بفكروا في اسمها تشالنج ده كمان أو هيبقى عبارة عن عشان شايفين تشو التشالنج ده كمان هيبقى عبارة عن بالتالي أول سلاح هيجيلي هو السلاح الوحيد اللي هتخليه معايا من أول الكلمة لآخر الكلمة إن شاء الله. لو كان بيستول أول سلاح أشوفه عشان شايفين تشو أول سلاح أنا أشوفه هو السلاح اللي انا حاخده، مش هاخد اي سلاح تاني عادي، ممكن اخد ميد كيت، ممكن اخد بانسز، ممكن اخد شيلد، ممكن اخد شوت شوت، بس ما ينفعش اخد اي اسلحه الا اول سلاح عندي مهما كان بقى قنابل بيستول اي مكان. ان شاء الله لو مش سلاح اساسا ان شاء الله وسبت او اول سلاح فيه هو السلاح اللي حاطه قاله مش ممنوع اخش اي سلاح تاني هو الاول هو مش حد ماشي الشرطة ولا ايه؟ انا فاكر ماشي هلا ودقة الشرطة شرطة ولا ما يا جماعة مش عاملين التحدي دلوقتي يعني عاملينها بقى حتى مش عاملين التحدي ده. في تحدي تاني برضه هعمله هيبقى عبارة عن ان في تحديين كمان هقولكوا كات عليهم، تحدي اسمه تحدي الصيام في كام يوتيوبر عملوه وهو واحد معرفش تحدي ده عبارة عن بس كمان احنا مش تقليد ده يعني هتقول لي مثلا ده كاسة عاملة مثلا مش نسب ما مختلف وعادي لو انا عملت تحدي واحد كمان مش حاجة عيب يعني عادي. تحدي ده كمان هبقى عبارة عن الصيام في فورت نايت، يعني مثلا انا ما ينفعش ان اخد اي نوع او تحدي يعني مش صعب بس هو تحدي ما مش قوي مش قوي قوي يعني ما اعرفش انتوا هيبقى كبروا ولا لا. التحدي ده هيبقى عباره عن اني مصلبش اني زي كده في الحياه، يعني في الحياه مثلا لما الواحد بيصوم بيفضل لغايه المغرب والمغرب الدنيا هتليل، فاحنا هنعمل كده في فورت نايت لو ما في حرب انا كده في فورت نايت. التحدي طبعا اننا هنفضل اننا مش هنخلي الشخصيه اللي معانا هي اي بقى مكانت هنخليها كانها حشيش بس في لعبتها بقى في لعبتها، يعني مثلا ايه الدنيا مثلا دلوقتي صبح انا بس مثلا دلوقتي مش في الدنيا صبح في فورت نايت مش صح اي بتاع صبح، فاحنا ما احنا بقى حاجه في الوقت ده لما نيجي نعمل التحدي ده مش هنبلاش ما ينفعش ان انا نشرب شيبسي او بقى محتاجه تنيل عادي بقى ان انا مش الشيت بقى ان احنا عايزين كان شايفين لسه طلع لي الشيت باك الله اكبر الله اكبر الله 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 بس انا قلت له بيه اوبا انحرف في حرب بقى ماشي يا جماعه تعالى مش عامل توات اي حتى يا جماعه بس اقول لكم عموما يعني انا بعض التحديات هعملها هيبقى في تحدي نو هيلث ونو شيلدز، التحدي ده باين من اسمه التحدي ده هيبقى عبارة عن اني مش هصلب ولا هعمل حلسات ان شاء الله لو اتدمست
مش من اول الكيم لاخره مش عامل اي حلسات او اي بتاع. زي ما قلت لكم تحت سيام تاني برضه مش فاهمه، هيبقى عبارة عن اني مش لابس السيلز في خيط من التانية هتلاقي في فورتنايت. وانا تعالوا نخلو كده كمان شوف الاخبار، نمسك بمب سبين كده في معالق عارف خلصت ولا لسه. فين الناس؟ في واحد فوق هنا واحد بقى. لا كده كده معايا ست فاكس فاست معايا هو فين البني ادم اللي كان بيترك سنايبر ده ساخده وين هذا البني آدم؟ أنا هنا على فكرة بقول بيبني هناك ده خايف بس يسيبني. تعمل ممكن أبكي ولوك قبل ما نميها قالوا حضرتك تقدرني بس هناك حاسة الولد عايزين برضك نخلص كل الأرض سيباك هو فين برضك مش شايف كويس ان انا خلص روم. اوبا احنا كده هوا وكان هناك ده ولا ايه؟ هو ما كانش فيه احنا بطن بس لا مش صح ولا كان فيه ما كانش مع اني هو ما لوتش كويس صورتي بس مش مهم. ده ايه كل البنات ده حالبي دي ولا ايه؟ ده حالبي بناء اوبا انتو بتتكلموا بالادب ده ده فين يلا ده هناك ده زي ما انتو محسن بس اخدت ستون. ايه ده ده في لاما تقريبا كده لاما دي لاما صح برضو اه لا متعدش لاما لان حسيت حلاما وما فين برضو يا الناس فين هو في طلب نار بس فين فاناركي تعال ندخل اناركي نشوف كده باين كده في حرب فاناركي هو ايه كل البنات ده هو ايه ما هو ايه بالظبط هو نينسا ومايس بيلعبوا علينا ولا ايه تبع مايس كان بيلعب معانا خلص الستة اوبا اوبا صفقة 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 صفقة
que te vas a espasmar. لا 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 لا